بكري وقت الامير عبد القادر الله يرحمه. كلنا نتبعوها نديروها هنا وفي المسيد، انا من المسيد وندير هنا وندير في المسيد. تقليد تاع والدينا هذه لهنا بركه منها لله. وطعم نتلاقوا حنا والحباب حنا والرجال. كاين الانسان اللي ما شفناش لمده 30 سنه 40 سنه نلقوه. كاين الانسان المسكين ما يعرفش كاع الناس يجي يديروا معرفه معاه نكون خطروا عنده ويخطر عندنا. راني في حاجه ما شاء الله ونطلبوا ثانيا من الدوله تساعدني الفرسان شويه رانا نغبنا في الطريق. عندنا مشاكل نتاع هذا الطفجيات هما. عندنا مشاكل فيهم شويه في الطريق والقضيه الثانيه تاع البارود. كاين اللي راهم يكتبوا عندنا شويه بارود ديجا واحد راه كتبوه هنايا ربع سيمانه راه فوتوه على خاطر 200 غرام. وفارس لك فوق العود الشيخ تاع علفة. انا حنايا بعد ديجا رانا نتمنوا باغي نحبسوها خاطر علاه ما قدرنا لهاش. نغدو خايفين ونجو خايفين غادي نقدروا نحبسوا هذا الطعم تاع الوالدين غادي يحبسوه خاطر انا نغبلوا بزاف ونطلبوا من الدوله تساعدنا تحل علينا بيبان الخير. حنا رانا في الخير ورا تشوف زاوز انا عندنا ما شاء الله مساكين راهم يجوا يشوفوا هاد التقدم كون ما يكونش العياد ما يجوش. ورانا نصرفوا بجوبنا ما تعطينا دوله ما تعطينا بلديه ما تعطينا والو كل شيء مصاريف من جوبنا حنا. نطلبوا من الدوله ما تعطيناش دوله غير تساعدنا في الطب ما تخليناش نغبروا ديرنا وفايات كيما الطفجيات خلونا كواغط ولا حاجه بان تمشوا ما بنغبوش في الطريق. هيا والسلام عليكم. شكرا.